ويا مساء الخير، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم بسوي معاكم دجاج الكاري. اول شيء عندي البهارات، راح اضيف عليها زيت الزيتون، اخلطهم مع بعض. بضيف البهارات على الدجاج، والحين بحمص البصل مع الزنجبيل، زنجبيل أخضر وورد الغار، وأقلب. وبعد ما دبل عندي البصل راح أضيف عليه الدجاج. أخليه حتى ينشف، وبعد ما ينشف عندي الدجاج راح أضيف معجون الطماطم. راح أحمسه أول شيء على جنب الحالة، أضيف ملعقتين، والحين أخلطه. بضيف طماطم مطحون وأخليها تتثبت تقريبا 5 دقائق أو 3 دقائق، وبعدين نضيف عليها الموية. بعد ما تثبتت راح اضيف تقريبا 1/2 كوب موية. واخليها تطبخ تقريبا 20 دقيقة. وآخر شيء بضيف رشة من أوراق الحلبة، هذه إضافة من عندي، وأخليه ثواني وأطفي النار. هذه أوراق الحلبة،